دلوقتي هنروح لدينا مرة تانية عشان تعرفنا بقى على أخبار الطقس لكن بالتفصيل. اتفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة راتب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لكن بالليل الجو هيكون معتدل راتب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة راتب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان النهاردة فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين، وبالليل في نشاط الرياح على بعض المناطق، وده هيقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. ارتفاع النهارده في درجات الحراره غير متوقع بالنسبه لنا، ان احنا خلاص شايفين ان بدا فصل الخريف، لكن في ارتفاع احنا بقالنا فتره ما بنوصلش ل 35 درجه العظمى للقاهره خاصه يعني. بالفعل، بس فصل الخريف دايما معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه، خاصه صحيح. النص الاول من فصل الخريف ممكن يحصل فيه موجات ارتفاع في درجات الحراره، وده اللي بنشهده خلال هذا الاسبوع. الكتل الهوائيه معظمها قادمه من على الصحراء شبه الجزيره العربيه، فبتؤدي لارتفاع درجات الحراره خلال فترات النهار. العظمى على القاهره بالفعل اليوم متوقع تسجل 35 درجه مئويه، وهيستمر معانا كمان على مدار باقي ايام الاسبوع. اجواء ما بين الحاره الرطبه الى شديده الحراره الرطبه على اغلب انحاء الجمهوريه خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس بنحس بفرق كبير بين فتره النهار وفتره الليل، بنحس بالاعتدال الكامل في الاحوال الجويه على اغلب مناطق الجمهوريه، خاصة كمان ان احنا مع فترات المساء وساعات المغرب والساعات الاولى من الليل بنحس بوجود نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعة على اغلب مناطق الجمهورية مع الرياح الشمالية الشرقية. ده بيؤدي لاحساسنا بنسب رطوبة اقل، فبنحس بانخفاض درجات الحرارة خاصة كمان في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. طيب ايضا اليوم متوقع تكاثر السحب منخفضة ومتوسطة على ميدانتي حلايب وشلاتين، هيكون معاها فرص الأمطار الخفيفة الغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. صحيح، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، واكيد مع حضرتك متابعه يوميه في برنامج صباح الخير يا مصر عن حاله الجو. خلينا دلوقتي نتعرف معاكم على درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 35 الصغرى 23، العاصمه الاداريه 34 23، اسكندريه 31 22، العلمين الجديده 30 21، مطروح 29 21، دمياط 31 22، بورسعيد 31 22، الاسماعيليه 36 22، السويس 35 22، العريش 30 22، كاترين 32 18، طابا 36 23، حلايب 35 26، شلاتين 39 26، شرم الشيخ 40 27، الغردقه 41 26، الفيوم 39 23، بني سويف 39 23، الوادي الجديد 43 24، اسيوط 42 23، سوهاج 42 23، قناء 43 24، الاقصر 43 25، واخيرا اسوان 43 26. طمنا حضراتكم عن حاله الطقس، ان شاء الله على نهايه الاسبوع هتبدا درجات الحراره تنخفض مره ثانيه، لكن هي مرتفعه خلال الايام الجايه عن المعدلات الطبيعيه. هرجع مره ثانيه لجوانا ومصطفى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا. شكرا يا دينا.